مساء الخير، محمد سامي، أنا الأمين العام للحملة كمل جميلك. النهاردة في مؤتمر هو الأضخم والأقوى من الحضور، نقدر نقول كل النخبة والمثقفين وأهالينا في كل ربوع مصر منورنا النهاردة. النهاردة مؤتمر ماذا يريد الشعب من الرئيس القادم. النهاردة مش هنتكلم عن برنامج انتخابي، احنا كل اللي بنقدمه أفكار مختصرة أو نقاط مختصرة عن جزء من البرنامج الانتخابي المقترح من حمل كمل جميلك للمشير عبد الفتاح السيسي. ولكن هو مش مقدرش أقول إن ده برنامج انتخابي، ما نقدرش نقول إن هو ده كل البرنامج الانتخابي، هي أجزاء ونقاط مختصرة هنتكلم فيها النهاردة عن فكرة البرنامج المقترح من حمل كمل جميلك للسيد المشير عبد الفتاح السيسي. يعني حمل كمل جميلك إلى أي عدد الآن؟ احنا وصلنا ما شاء الله بالملايين، احنا الناس كلها حابه تشارك وحابه تفضل جنبنا، وده هتلمسوه من مؤتمراتنا وفعالياتنا ومهرجاناتنا. وعايز اقول على حاجه، ان حمله كمل جميلك هي مش حمله بس لترشح المشير عبد الفتاح السيسي، ولكن احنا خلينا نقول ان احنا هيبقى لينا دور في الشارع، هيبقى لينا ان شاء الله دور توعيه لكل الشباب، ولينا توعيه في الشارع وازاي ناخد بالنا من مصر وازاي نهتم بكل نقطه مهمه على ارض مصر.